رشيده زوازو رئيسه جمعيه شمس للتربيه والتنميه اللي كتساهم مع جمعيه الامل للاسره والطفل اليوم في تحضير هذه المائده ديال الافطار، مائده الرحمن اللي هي يعني موجهه للعابرين السبيل، يعني الناس اللي يقدروا يكونوا خدامين مسافرين يعني دايزين ما واصلينش لديورهم او حتى ما متوفرينش على الوجبه ديال الافطار. فهذه المائده شاركوا فيها يعني تعاونوا معنا فيها مجموعه من فعاليات المجتمع المدني، وكنشكرهم من هذا المنبر وكنتمنى ان الاجر ديال هذه المائده يوصلهم، لان الاجر ديال الافطار صائم هو بقدر اجر الصائم، ونتمنى على الله ان هذه المبادرات هذه يعني تكون في يعني بشكل كبير في رمضان، لانها يعني كتقوي شويه ديال الاواصر ديال التضامن والتكافل الاجتماعي، وكتمكننا ان ديما نبقاو متشبتين بالهويه ديالنا الدينيه والثقافيه طبيعه الحال كمغاربه تحت الرعاية والرشيدة ديال سيدنا الله ينصرو أمير المؤمنين. حورية الحمومي مثيرة جمعية الأمل للأسرة والطفل ونائبة الرئيس الثالثة في الائتلاف الصوفي والروحي والتراث. أنا سعيدة اليوم بهذا اليوم اللي هو في غاية الفرح أنني ننظم مائدة رحمن لعابر سبيل للناس اللي هما كتوقف عليهم المغرب لظروف العمل لضعف الحاجة. الإفطار صائم اللي هو اللي أجر كبير، الناس اللي كيكونوا مسافرين وتتوقف عليهم المغرب، الناس اللي كيكونوا في العمل أو سائقي الطاكسي اللي كتوقف عليه المغرب هو على برا، الناس اللي هما مثلا الأفارقة اللي ما عندهمش في هذا، الناس المتشردين اللي هما ذوي الاحتياجات الخاصة أو الخاصة بمعنى ما بغيت نشارك معاهم الفطور ديال النص، لكن للاسف ما كانش ممكن. البارح كان الشتاء وكان عندي الحظ لانني حولوا لي وافقوا لي هذا اليوم هذا، وفعلا الله يجعلها صدقه جاريه لكل من ساهم فيها. الرساله هي التالف، هي الرحمه، هي الموده، هي صله رحم ما بين الناس، ماشي ما بين الاقرباء، صله رحم. نحسوا بالجائع، ماشي معقول ان بنادم تيحط على طبلته مال الدواء طابو واحد اخر ما تيلاقيش طرف ديال الخبز في الشارع. بغينا نشاركوا الفرحه مع الجميع. برقدي جواد، استاذ التربيه الاسلاميه، استاذ متقاعد. انا اليوم جد سعيد بالتواجد ديالي في هذه الساحه هذه للحضور لهذا الافطار الجماعي اللي هو كيعبر على التضامن والتضحيه والاخاء والتعاون مع المجتمع ومع الفئات اللي هي محتاجه اننا نتعاونوا معها ونقدموا لها يد المساعده. اذا تحيه للمنظمين، تحيه للساهرين على هذا الافطار الجماعي. بالنسبه لي كمتطوع في هذه المائده هذه لافطار الصائم، هي كتدخل في اطار يعني الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم من افطر صائما فله اجر عظيم. اذا في هذا الاطار هذا انطلاقا من هذا الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو نبدا من المبادئ اللي خص نتعاونوا عليها ومن الامور اللي خصنا يعني تكون يوميا، ماشي غير يوم في الشهر ولكن تكون يوميا، على غرار بعض الدول العربيه اللي عندهم المواعيد ديال الرحمن اللي كتكون يعني افطار جماعي يومي منظم بواحد الشكل كبير. ولكن هذه بادره طيبه، بادره من البوادر اللي كنتمنى انها تكرر وتكون يعني في متعدده. كل واحد عنده الامكانيه باش يفطر صائم ولو بالقليل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولو بشق ثمرة. اذا ماشي بالضروره انه يكون الافطار بواحد الشكل اللي هو كبير وعلني والى اخره، ولكن الافطار ديال الصائم كيف ما كان النوع ديالو، اما جماعي اما فردي اما الجار ديالك اما يعني اي واحد كتعرفوا بانه محتاج انك تقدم له يد المساعده في رمضان وفي غير رمضان، لان هذه كمدرسه من المدارس اللي كنتعلموا من خلالها اننا نكونوا يعني كرماء، نكونوا يعني من اهل الجود من اهل الكرم والسخاء.